إحدى هذه الشركات هي شركة إيكودوم ماروك، وهي شركة مغربية ناشئة تعتمد على المواد التقليدية لبناء المساكن الجديدة وترميم القديمة، فتستخدم خليطا من التربة والإسمنت لبناء قبب صديقة للبيئة ومقاومة للكوارث الطبيعية. وللمزيد ينضم إلي من الرباط السيد يونس وزري، المؤسس الشريك لإيكودوم ماروك. أهلا وسهلا بك. بداية يونس، قبل الحديث عن الشق المادي، حدثني عن القيمة المتحققة من طريقة خلطكم للتربة والإسمنت وبناء بيوت على شكل قبب. فيما يخص القيمة المضافة لطريقة البناء على شكل القبب الإيكولوجية مقارنة مع باقي الطرق التقليدية، خاصة الطرق التي تعتمد على الخرسانة المسلحة، لأن باستعمالنا للتربة الطبيعية يمكن أن نحقق الايسوليشن، الثيرميكال ايسوليشن والاكوستيكال ايسوليشن، يعني عزل الحرارة وعزل الصوت بطريقة طبيعية. بالإضافة إلى الشكل الهندسي للقباب يمكن هذه البناية أن تكون مضادة للزلازل والأعاصير بصفة طبيعية بدون حاجة إلى إضافة أجهزة أخرى لجعل هذه البنية جد صلبة. طيب يونس، كيف ولدت الفكرة ومن أول من آمن بها؟ أولا كنا نحاول أن نعالج مشكل البناء العشوائي في المغرب بطريقة تكون سهلة وسريعة في التنفيذ وكذلك بكلفة منخفضة. قمنا ببحث شامل حول مجموعة من الطرق، وحاولنا الاستيحاء من أعمال مهندس معماري إيراني اسمه خليل نظيري بهذا الخصوص. قمنا بأخذ طريقة البناء و to adapt it in the Moroccan context، تطويعها ضمن الإطار المغربي. نعم. من ثم جاءت فكرة بناء القبب الإيكولوجية بهدف حل هذا المشكل. لكن عندما بدأنا بالعمل على الميدان واجهنا صعوبات كثيرة فيما يخص تراخيص البناء، وكنا في نفس الوقت نقوم بتشهير بهذا الكونسبت، فاتضح أن له آفاق في كل ما هو سياحة قروية أو سياحة طبيعية، من خلال إنشاء منشآت في هذه المناظر الطبيعية لكي يتسنى للسياح أنهم يستفيدوا منها دون الإضرار بهذه المناظر. من أول من اقتنع بفكرتكم؟ ومن أين أتيتم بالتمويل الأولي؟ أول من اقتنع بالفكرة هي عبارة عن جمعية محلية اسمها أم القرى بمنطقة قروية اسمها أقوين ما بين مدينة مراكش ومدينة ورزازات. الفكرة كانت هي إنشاء مركز ثقافي إيكولوجي بالنسبة لتلاميذ المنطقة بكلفة قليلة وبفعالية إيكولوجية كبيرة. فكان هنالك تعاون ما بين شركة إيكودوم ماروك والجمعية المحلية أم القرى من أجل خلق هذا المشروع، وكان هنالك تعاون لا من حيث المادي، لا من حيث اليد العاملة، لا من حيث اللوجيستكس، حتى نتمكن من إنجاز هذا المشروع. حاليا هذا المشروع كان هو أول مشروع لإيكودوم ماروك وهو شغال إلى يومنا هذا. المركز الثقافي هو عبارة عن بناية بنيت على مساحة 250 متر كاري تستقبل تلاميذ المنطقة من أجل دروس خصوصية أو أنشطة موازية لما يقومون به في المدرسة. طيب يونس، التكلفة لنوع البناء هذا مقارنة مع البناء التقليدي كيف هي؟ بفعل استعمال التربة المحلية والمواد الأولية نتمكن من تخفيض سعر البناء إلى ما يقارب 50% مقارنة مع باقي الطرق، خاصة الطرق التي تعتمد على الخرسانة المسلحة. الكلفة تبتدئ من 2100 درهم للمتر كاري، ما يعادل 210 دولار للمتر كاري بالنسبة لبناية شغالة، يعني فيها الكهرباء، فيها الماء، فيها الانتيريور ديزاينين، يعني بناء شغال. من الرباط السيد يونس وزري، المؤسس الشريك لإيكودوم ماروك، شكرا جزيلا لك.